حلوة ونحن جامعة الكبار، عنا دايما دروس جديدة ومحاضرات جديدة وشغل جديد، فمنشان نعبي وقتنا ونستفيد ومنشان دايما نكون بأفكار جديدة بالحياة. بكل أنواعه هو علاج للنفس، وإذا النفس منيحة الجسم منيح والعقل منيح. هلأ أنا هون جيت حياتاً بخليك تنطلق، بتشوف حالك إنه في إشياء مش ضروري تكون كتير كتير جدي 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 بالحياة. عملنا هالإكسرسايز طلعنا الطفولة فينا، بعدين المفاجأة الحلوة انه شايف انه انا ممكن مثل، هذا بحياتي ما فكرت فيها. سو هيدا كمان فرح لي قلبي وخليني اشوف حالي انه عندي شيء جديد. اهميته لواحد ما عنده اشغال، يعني ممكن تعبي له وقته، يتعلم شغله جديده، فن حلو، يعني لا لا يعني يستفيد منه له خاصه، يعني مش ل وضع تجاري او شيء. بالتحديد عندنا ورشة رسم على الزجاج، اوكي جبنا ماجيت. انا للصراحة ما كنت بعرف ارسم تفاحة، بقى تسجلت بس لاتشجع وارجع شوف شو بد، والله طلع مني شيء حلو. الآية عطتنا اياه مدام زياد، والوردة من اختراعي وهي زادت لي عليهم ورجعت رسمت عصفور. هول الورش او هول الوركشوبات كثير مهمين، اول شيء اجتماعيا بنرجع نتعلم شغلة، بعدين ناسنا بعضنا بنصير ناخذ افكار من بعضنا.